ده بيحتوي النموذج ده بيتكون من ايوه كالغرف اه تعالى يا دكتور هاني اتفضل يا فندم وريهم الموزك كده اتفضل يا فندم خش 14 اوضه ثانيه وحمام بنت دي غرفه دي غرفه الوحده عباره عن كام غرفه دي هنا غرفتين وحمام ومطبخ بره بنطلع الدور الثاني طبقا لطبيعه البيت اولا يعني هو بيقسمش هو بيقسمش يعني هنا كان اوضتين وحمام بقت اوضه بيبقى اوضتين وحمام هي نفسها اوضتين وحمام ايه اللي تم انشاؤه ان احنا هدينا وبنينا على اساسات اساسات ميه سيراميك تمام تمام مرافق كامله اناره مفيش حاجه يعني هل دي كلها معمولة من أول إزاز طافية؟ الهيزة السوبر أول بيت أول بيت اللي هو نور النور يا ابني اتفضل يا سيادة شفتوهم يا فندم أغلبية كان العدد كبير جدا قاعد في أوضة واحدة دلوقتي زي ما حضرتك شايف ما هي أسرة أسرة بتقعد في أوضة دلوقتي تتنشأ لهم أوضتين دلوقتي بقى في على الأقل حمام لكل حمام الله ينور عليك حمام بقى مستقل لكل أسرة موضوع مطبخ كذا أسرة بحمام مشترك الله ينور عليك دلوقتي ما عادش في حاجة بقى في بقى مفيش حاجة اسمها حمامات مشتركة لا يا فندم بقى في حمام لكل أسرة لكل أسرة لكل أسرة تمام يا فندم تمام يا فندم هنا ما ينفعش هنا جت هتفرع لك في الأوضة 100 واحد صح انا اجيب لك منين ساكن فخلاص هو تضرب اتفضل ده الدور الثاني اتفضل تمام